ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. شهدت جهة فاس مكناس عشية يومه السبت أمطارا رعدية مرفوقة بنزول التبرور في بعض المناطق، كما غطت طبقة من الجليد جماعات بمكناس وفاس وتازة بعد تساقط كثيف للبرد، فاجأ السكان وألحق أضرارا بمحاصيل فلاحية تحديدا في منطقة إموزار وأملاك خاصة مثل السيارات. وتناسلت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي والتي أثارت اندهاشا من تلك المشاهد التي لم يسبق أن رأوها. ويحدث أن يتساقط البرد في هذه الفترة من السنة، إلا أن كثافته اليوم السبت بجهة فاس غير مسبوقة مع طبقة سمكة من الجليد في بعض المناطق. هذه الظاهرة حسب الخبراء عائدة إلى عدم استقرار في الغلاف الجوي، إذ إن حرارة الأرض ارتفعت فيما تراكمت الرطوبة القوية في الجو. سلام عليكم ورحمة الله. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومي.